الحين كم لنا كم يوم ادمنا على القصيد والعلوم الزينه. الله يطول عمرك. عطنا لنا شيء نطرب اذاننا فيه. والله احيانا الشخص يتحدث مع نفسه يعني. ترى الحديث مع النفس مطلوب. صحيح. صحيح. محاسبه النفس. محاسبه النفس ونفس وانا وش اسوي وش افكر فيه اخلو بنفسي عندي نقص في عبادات. ويفضفض عن نفسه. ويفضفض عن نفسه. حاتي نفسه. اي حاتي نفسه احيانا. أنا مرة تحاكيت أنا وفكري تحاكانا فقال أنتم خصوصا أنتم الشعراء وأغلب المتحدثين كنا أنا ما سمع اللي يقول الكلام هذا فكري. إيه نعم. أنا ما سمعت واحد مثلا تكلم عن المستقبل عن العلم وين أنت رايح وش قدامك وش يعني الأغلب الكلام كله كنا وبالفايت حديث عن إيه؟ حديث مع النفس. مع النفس هذا الكلام عن النفس يعني. صحيح. فشلون ما تكلم في الشيء الباقي اللي سم اقول حي ذا العين. ايوه طول عمرك. فيقول قالوا ليرقد قلت ما حولي يرقات خلون يحسم مالي وما علي فكري يجاهدني من البارح جهاد يهيم في روحه وفي مجية عند علوم تشغف تسنها جداد سرت عليه وحط حدماها فيه يقول لي معادلي معك معواد ولعادلي في ما مضى نار حية ماني بجاح الطيب وفعول الأجداد لكن بانت لعلوم فتيه العلم العلم صار بهمة الشرب والزاد إن كان ما صارت لها الأولوية العلم صبح صبح ومجادها مجاد وغنائم التثرى الشعر وامجادها امجاد وغنائم التثرى العقول الزكيه قلت انطلق ما دام في فكرتك جاد علمك رايك هذا يبني صروحا علي وانا بصوت لك على روس الاشهاد واعطيك قدم الله وخلقه هديه لكن عندي شرط يا سيده الاسياد ابعد عن الموضات والعنجهية بين سماعك جماعات وافراد ان التعلم حرفنتها ابجدية يحتاج فكر وجهد وشوية اسناد ومراجع تبني عليها البنية واعداد تولها على مثلها اعداد وحروف فوق النصف منها اجنبية اعرف لغات وقبل ثبت لك اوتاد ترى لغة قراننا يا عربية العلم قيل ان الثلاثية الابعاد لا تحسب انها بس روحها وجية سمي بحر واحيان فالتسمية زاد وهم من هذا العزومة القوية بينت لك والصبح اللي معك ميعاد كان الليالي لك واللي جت مدية وسلامتك. صح يا سالم.